متنوعة بتاريخها الذي ينعكس على تنوع أطباقها. العراق وحكاية السمك المسكوف تحكيها لنا ولاء في هذه الفقرة، فتابعونا. حلقتنا رح تحكي عن أكلة عراقية مشهورة كتير، ذكر الشاعر نزار قباني بقصيدة من قصائده. موضوعنا اليوم هو عن سمك المسكوف، والمقصود بالسمك المسكوف هو شوي السمك على الطريقة العراقية، واللي مشهور كتير بمطاعم العاصمة بغداد، اللي بتتسابق على تقديم هالأكلة العريقة كل مطعم على طريقته الخاصة. قبل ما نحكي عن تاريخ هالأكلة وليه هيك اسمها، الأهم قبل تحضيرها أنه يكون السمك طازة من النهر، بيتنظف بالمي والملح، وتضاف له صلصة الخل والبصل والبندورة حسب الرغبة. وفي طقوس معينة لأعداد هالوجبة بالمطاعم العراقية، وبتتلخص بأنه الزبون هو بيختار السمك اللي بده يسكفها، وهي حية بحوض لحفظ الأسماك. ومن بعد ما يتم وزنها وتقدير سعرها، ببلش الطباخين يحضروا سمكة المسكوف اللي اختارها الزبون. ومن بعد ما تتنظف مثل ما ذكرنا، بتنفتح السمكة نصفين لتتثبت على أوتاد خشبية بصورة أفقية فوق حطب مشتعل، وما لازم تنشوى بالفرن سواء على الغاز أو الكهرباء لحتى تنشوى بهدوء وعلى نار خفيفة. أما أفضل أنواع السمك اللي بيتحضر للمسكوف فهو السمك النهري مثل القطان أو الشبوط، وبعد الانتهاء من تحضير هالطبق يقدم إلى جانب أنواع عديدة من السلطات والمخلل، وطبعاً خبز التنور الحر اللي يعد شيء أساسي بهالوجبة اللي بتتاكل بالإيد من دون شوكة وسكين. وحسب العادات لازم من بعد هالأكلة كاسة شاي تعرف باسم الاستكانة باللهجة العراقية، لأن بتم مزج الشاي فيها مع حب الهيل ليعطي المزيد من الانتعاش بعد تناول السمك. يعد السمك النهري المشوي اللي هو المسكوف الوجبة الرئيسية المفضلة لدى العراقيين، سواء كانوا بجنوب العراق أو وسط العراق أو بشماله، حتى أنه الكثير من المنحوتات البابلية والسومرية حملت مشاهد للسمك المسكوف. وقال أحد علماء الأثار العراقيين اللي بيعرفوا قراءة وتفسير الخطوط المسمارية أنه لقوا بكثير منحوتات عم تشرح كيف بينشوى السمك بالطريقة اللي بتعرف اليوم بالمسكوف. واللي بيميز هالوجبة هو أنه جميع العراقيين بيقدروا يحضروها ويأكلوها، سواء كانت حالتهم الاقتصادية متدنية أو من الأغنياء. اشتهر سمك المسكوف خلال السنوات الأخيرة بعد ما تخطى الحدود العراقية للعديد من دول العالم، وبشكل خاص دولة الإمارات ودول الخليج العربي، فصار يعشقه كل من جرب طعمته من عرب وأجانب. ولنحكي أكثر عن كلمة المسكوف، فهي كلمة عامية عراقية مشتقة من لفظة السقف العربية، لأن السمك بيشكل مثل غطاء على اللهب خلال طبخه على النار. ومن دون معرفة الأسباب إلا أنه العراقيين بيعتقدوا أنه أكل السمك المسكوف أيام الأربعاء بيجذب الحظ، وهو كمان طعام مميز للضيوف وللمناسبات الخاصة مثل حفلات الزواج والميلاد. أما عن فوائد هالأكل العراقية المشهورة فهي عديدة، وخاصة أنه السمك بيمنح جسمنا البروتين وأحماض الأوميجا الغني فيها. انتهت حلقتنا لليوم عن سمك المسكوف، بشوفكن مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة مع قصة مختلفة. باي باي.